وسهلا فيكم حلقة جديدة من برنامجنا أتعلم لأعلم. برحب بهادي وسارة، أهلا وسهلا فيكم. اليوم رح نعمل وسيلة عن الحواس الخمسة، بس طبعا رح نشتغل فيها بالكلمات اللغة الإنجليزية. رح نبدأ بالحواس اللي هي حاسة التذوق. طبعا نحن رح نحكي على انه الفم والاذن والانف والعيون والايدين. هاد السنة شكل بسيط كتير. طبعا نعمل الخطوط الداخلية بشكل بسيط كتير. طبعا فيكي تستعيني بمجلات أو كتب قديمة، وفيكي حتى تقصي هي الأشياء صور لطفلك. هي عنا أذن، فم، هنقص هلأ الأنف. هادي رح يساعدني بكتابة كلمات الحواس. هلا رح نعمل العيون. انا رح استعين هون بالعيون شوي. استعنت بعيون متحركة تلفت نظر الطفل. الشكل هاد. لا هادي رح يساعدني شوي. رح نستعين يا هادي شوي نرسم ايدك. معلش كثير حلو انه طفلك يشتغل معك الشغلات الحسية، بس يشتغلها الطفل بإيده ما بقى ينساها أبدا. قصينا الإيد هيك صار عندي. تمسكن هاجي هي ثواني لنشوف سارة شو اشتغلت معنا. شو عم ترسمي يا سارة الحلوة؟ رسمت إيدي. كمان سارة رسمت لنا إيدها بالألوان، ورجينا إياها. شو حلوة. كمان رسمت لنا عين الأنف. شكرا لك يا سارة. فاصل ونرجع لكم. رجعنا لكم. رح أعطي هادي هلأ يكتب لي كلمات باللغة الإنجليزية. بدك تكبر لي شوي خطك لو سمحت عشان تطلع واضحة. طبعا ما ننسى انه بداية الكلمة بالكابيتال لتر. خلي الخط واضح لو سمحت. بين ما هاجي يخلص انا راح الزق. الشكل
بالشكل هاد. نشوف هادي خلص معنا كتابة. شكرا يا هادي. تحب تعطيني اياها؟ شكرا. فيك تحب تجي لعندي؟ تحبي تيجي لعنا يا سارة؟ خلي لوحدك على الطاولة. تعالي شوفي. لو سمحتي معلش نقص هاي. يلا رح نخلص هدول أول شيء نصورهم. يلا حطيها. تعالي امسكي مع هادي الحواس. تفضلي. يلا كاميرا. صفي عنا نص الشكل. لا خلينا هيك. يلا انا بحمل هيك. شوفي هدول التنتين. هيك سوينا الحواس الخمسة. طفلك كثير رح يستمتع بهالطريقة هي. تفضلوا تفضلوا لمحلاتكم. وهلا رح ننتقل لفقرة الشعر وتسريحة جديدة. I'm gonna